السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة السيطرة على آبار الحاف الويل كنترول كورسز، وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان انفلو تيست اكسرسايزز، تمارين حول الانفلو تيست. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الانفلو تيست والغاية من استخدامها والحالات حولها. اليوم ناخذ بعض التمارين حول الانفلو تيست. السؤال الأول: You inflow test the 7-inch liner lab using the retrievable backer. The drill pipe is displaced to lightweight fluid and the backer is set above the liner lab. The bobs are open and the annulus is monitored on the trip tank. After bleeding off the initial high pressure, you see an initial increase in the drill pipe pressure before it stabilizes. The trip tank level remains constant. What could this indicate? Choose one answer. تم عمل الانفلو تيست للبطانة الانتاجية باستخدام الباكر القابل للاسترجاع والسترينج تمت ازاحته الى طين اخف، والباكر تم تسييتها فوق اللاينر لاب، والبوبس تم فتحها، الانيولس تمت مراقبته من خلال التريب تانك. عندي بعد عمل البليد للضغوط الاولية العالية، نلاحظ انه زيادة اولية في ضغط الدرل بايب قبل استقراره. عندي التريب تانك كونستانت. السؤال هنا: ما دلالة هذا الامر؟ قلنا سابقا بعد عمل البليد للضغوط العالية الزيادة في الدرل بايب بثبات التريب تانك هي دلالة على وجود ليك في اللاينر. The correct answer is B. السؤال الثاني: You inflow test the 7-inch liner lab using a retrievable backer. The drill pipe is displaced to light fluid and the backer is set above the liner lab. The BOBs are open and the annulus is monitored on the trip tank. After bleeding off initial pressure from 500 PSI in stages, you are unable to bleed below 250 PSI. The trip tank level remains constant. What could this indicate? كذلك عندي بطانة انتاجية وتم ازاحة الطين الموجود بداخل السترينج بطين اخف، وتم فتح البي او بي والفراق الحلقي تمت مراقبته من خلال التريب تانك. الحالة اللي عندي بعد عمل البليد للضغط 500 بي اس اي على مراحل انه غير قادرين على ان نجعل الضغط اسفل من قيمة 250 بي اس اي، طبعا مع ثبات التريب تانك. ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك عندي ليك باللاينر، لانه ال 250 بي اس اي الموجودة هذه ضغط الطبقة. So the correct answer is D. السؤال الثالث، طبعا نفس السؤال الاول والسؤال الثاني، هنا انا عندي خلال تقليل ضغط الدرل بايب باي سمول اماونت كميات بسيطة يو نوت انت تلاحظ انه التريب تانك از ديكريزينج. وات داز ذس انديكيت؟ نفس الاسئلة السابقة، وعندي بطارة انتاجية وتمت ازاحة الطين القديم الموجود في داخل السترينج بطين اخف، وريتريفبل باكر تم تسييتها فوق اللاينر لاب، والبي او بيز تم فتحها، والانيولاس كان مراقب من خلال التريب تانك. الحالة عندي خلال تقليل ضغط الدرل بايب بكميات قليلة نلاحظ انه نقصان مستوى التريب تانك، طبعا ما دلالة حدوث ذلك. الجواب هو نتيجة تضرر الريتريفبل باكر، مما يؤدي الى انخفاض مستوى التريب تانك لانه يحدث عندي يوتيوب، لذلك حركة الطين القديم الأولد اللي كثافته عالية تكون باتجاه الطين الجديد اللي كثافته قليلة، مما يؤدي إلى نقصان مستوى التريب تانك. إذن الجواب الصحيح هو الجواب دي، حدوث عندي ليك في الريتريفبل باكر. السؤال الرابع، طبعا نفس السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث، لكن عندي
after bleeding of initial high pressure in stages you see a gradual initial increase in drill pipe over period of time the tryptonic level remains constant what could this indicate طبعا السؤال الرابع عندي بطالة إنتاجية وتم عمل للفلو تيست واستخدمنا الريتريفابل باكر وتمت إزاحة الطين القديم داخل السترينج بطين أخف وتم فتح البي أو بي ومراقبة الأنيولاس من خلال تريب تانك الحالة عندي بعد عمل بليد للضغوط العالية الأولية لاحظ أنه زيادة تدريجية يعني ليست مفاجأة وليست سريعة في ضغط الدريل بايب خلال فترة طويلة من الزمن وقلنا سابقا إذا كانت الزيادة تدريجية ليست مفاجأة أو سريعة وتستغرق فترة طويلة من الزمن مثل over period of time, long time وعدي كذلك موجود gradually على ثبات مستوى التريب تانك طبعا هاي دلالة على حدوث thermal expansion بالمائع for light fluid so the correct answer is B. السؤال الخامس in which situation would you choose to do an inflow test to verify well barrier element معنى السؤال في اي حالة نختار لنعمل الانفلو تيست للتحقق من الويل بارير إليمنت قلنا سابقا لانه اكثر باث ممكن ان يحدث بي ليك يعني يسمح لمواعيد التكوين تمر من خلاله الى داخل البير هو اللاينر لاب اذن so the correct answer is A when pressure testing a liner lab السؤال السادس What is the purpose of an inflow test? Choose one answer السؤال السادس ما الغرض من عمل الانفلو تيست؟ طبعا الجواب قلنا هو لغرض فحص البارير باتجاه الجريان وحنا دائما البارير فحصه باتجاه الجريان direction of flow بواسطة تسليط negative pressure يعني تقليل الهيدروستاتيك بريشر بعد البارير وعندنا مصطلحين عندنا الأبستريم وعندنا الداونستريم الأبستريم يعني المنبع والداونستريم يعني المصب كل شيء بعد يعني داونستريم وكل شيء قبل هو الأبستريم so the correct answer is C to test the barrier element in the direction of flow by applying negative pressure downstream of the barrier element حتى نفحص البارير في اتجاه الجريان بواسطة تسليط نيجاتيف بريشر قلنا تقليل هيدروستاتيك بريشر داون ستريم اللي معناها بعد البارير حتى نتحقق من سلامة البارير انتجريتي اوف بارير سو ذا كوركت انسر از سي السؤال السابع يو ان فلو تيست ذا سفن لاينر لاب يوزنج ا ريتريفبل باكر ذا درول بايب از ديسبليسد to light fluid and the backer is set above the liner lab the POBs are open and the annulus is monitored on the trip tank after bleeding of the initial high pressure in stage pressure profile following figure was seen the trip tank level remains constant what could this indicate طبعا هنا أنا بالسؤال عندي بطانة إنتاجية 7 انت واستخدمت ريتريفابل باكر وتم ازاحة الطين الموجود في داخل الدريل بايب الى طين اخف وتم تسوية الباكر والبي او بيز تم فتحها ومراقبة الانيولاس من خلال تريب تانك الحالة اللي عندي هي بعد عمل البليد للضغوط العالية الاولية على مراحل وناطيني بريشر بروفايل مخطط للضغط طبعا فقر ناطيني يوضح الحالة مع ثبات مستوى التريب تانك يعني التريب تانك كونستانت الفيجر اللي عندي هو العلاقة بين الضغط والوقت كان عندي ضغط قيمته 800 PSI وتم عمل بليد الى على مراحل الى انه وصل الى قيمة 200 PSI وبعد فترة طويلة من الزمن مثل ما نلاحظ مدة طويلة من الزمن الموضحة خلال الرسم بدأ عندي يرتفع الضغط شيئا فشيئا
طبعا بعد فترة طويلة من الزمن، إلى أن وصل إلى قيمة ارتفع نوعا ما مقارنة بالحالة الأولية. طبعا هاي دلالة على حدوث thermal expansion for the light fluid, so the correct answer is C. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله.